طيب نروح مع حضراتكم دلوقتي ونطير للدراويش ونشوف آخر الأمور الخاصة بالقلعة الصفراء والاستعداد للمباريات القادمة. هيكون معانا دلوقتي عبر الهاتف الكابتن حمد إبراهيم علشان نعرف منه آخر الأمور الخاصة بالنادي الإسماعيلي. بنصبح على حضرتك الكابتن حمد، صباح الفل عليك. صباح الخير فرحة، مثلا الفل. تحياتي لحضرتك، وطبعا بنسعد بوجودك معانا. عايزين نعرف من حضرتك وتطمنا كده اخر الامور الخاصه بالنادي الاسماعيلي. النادي الاسماعيلي اول مباراه نقول خسره فيها، المباراه الثانيه كسب، وكسب بمتعه وكسب باداء، وابتدت الجماهير تستمتع وتطمن في نفس التوقيت. عايز اعرف منك ايه اللي بيدور داخل القلعه الصفراء، ونقدر نقول كده ايه اللي اختلف عن المباراه الاولى عن المباراه اللي كانت في الجوله الثانيه. وطبعا في الاول طبعا بحمد ربنا ان احنا المباراه الثانيه يعني اشتغلنا فيها بشكل كويس جدا، الولاد كانوا مطمنين واشتغلوا بشكل معقول جدا، وانا بقول ان ديت ان شاء الله يا رب تكون بدايه كويسه للولاد، يبقوا يعني مصدقين ان هم يشتغلوا جوه المباريات وان هم يشتغلوا بنفس الشكل وبنفس المجهود، ان شاء الله ربنا هيديهم حاجه كويسه ان شاء الله. طبعا كان مهم جدا، مكسب مهم جدا على فرقه كبيره، وده اللي بيدي ثقه للعيبه ان انت تكسبي وتكسبي فرقه من فرقه الاتحاد من الفرق الكبيره في الدوري. لكن انا بقول ان هم 3 بونت كانوا مهمين جدا يثبتوا بس الثقه شويه بعد الهزيمه، وكان اداء مش مطمئن في المباراه الاولانيه، لكن الحمد لله المباراه الثانيه الولاد اشتغلوا بشكل كويس جدا، حتى الجماهير نفسها بقى في ثقه دلوقتي في الولاد. بس المهم بقى فرح ان شاء الله الاستمراريه في الكلام دوت، ويا رب ان شاء الله باذن الله نبقى يعني على قد الكلام ده ونقدر نستمر في نفس الاداء ونفس المجهود، وان شاء الله ربنا يكرمنا باذن الله. يا كابتن حمد، لو رحت مع حضرتك للمباراه الاولى امام فريق زد، هل نقدر نقول انه ما كانش في درايه كامله بامكانيات فريق زد؟ لسه فريق صاعد حديثا لمسابقه الدوري المصري الممتاز، وده نفس الامر اللي حدث برضه في مواجهه المقاولين وبلديه المحله. هل الفرق اللي لسه صاعده حديثا عامله نوع من انواع الاجواء المبهمه، وما بتكونش الكروت لسه واضحه كلها لكل الفرق المتواجده في مسابقه الدوري من زمن طويل؟ اكيد طبعا بيبقى طبعا ليها طبعا في حاجات غير معلمه، لكن انت بتبقى خلاص عندك الداتا نفسها بتاعت اللعيبه اللي موجوده، الاستقطامات اللي جابتها زد، واللي بنبقى احنا عاملين حسابها. لكن انت عارفه كان في يوم كده مش بتاعك، يعني كنت بره قوي في خالص اللعيبه كلها، فانت بتيجي في يوم ما بتبقيش يعني عندك 8 لعيبه مش ما كانوش في الحاله بتاعتهم العاديه، فدي بتعمل طبعا سن يعني ربكه شويه كده. لكن كابتن اياد بين الشوطين لما نزلنا محمد نصر وعملنا 3 تغييرات بين الشوطين، فعملنا امتلاك للمباراه نفسها للشوط الثاني كله، لكن ما كانش عندنا الفرص اللي احنا نحرز منها اهداف بشكل مباشر. صح. وده اللي حصل العكس بتاعه في مباراه الاتحاد، انت احرزتي 3 اهداف وكان عندك 4 فرص مؤكدين تقدري تحرزي منهم اهداف. صح. فكان عندك نسبه كبيره، وده اللي مختلف بين المباراتين يا فرح. لكن طبعا كنا مهتمين جدا بزد، وكنا يعني عارفين ان هم فرقه كويسه وجايبين بعض اللعيبه، لكن الحمد لله المباراه الثانيه الولاد ادركوا الكلام دوت واشتغلنا بشكل كويس جدا، وقدرنا ناخد 3 بونت مهمين جدا يا فرح. عن جداره واستحقاق بالتاكيد، هو ده المهم. المباراه الثالثه امام النادي الاهلي، مباراه مهمه وصعبه وممتعه وفيها اثاره جماهيريه، من وجهه نظر حضرتك الامور هتمشي ازاي؟ والله ما فرقتين كبار طبعا، دايما مباراه الاهلي والاسماعيلي اسمين كبار، فبيبقى فيها مباراه نديه كبيره جدا طبعا، جماهير هنا جماهير كبيره طبعا، والنادي الاهلي بجماهيره ونادي الاسماعيلي طبعا برضه بجماهيره اللي بتحب النادي بتاعه، فهيبقى في مباراه ان شاء الله تبقى مباراه باذن الله بين طرفين، يا رب تطلع بس في اطار الروح الرياضيه وان شاء الله باذن الله نقدر نعمل حاجه تخلي كمان زي ما بقول لك الجماهير بتاعتنا تطمن لينا اكتر، وان شاء الله يبقى الثقه بتاعتهم في اللعيبه بتاعتهم اكبر ان شاء الله يا فرح باذن الله.
باذن الله. كابتن حمد ابراهيم والكابتن ايهاب جلال ثنائي دائم مع بعض ما شاء الله، يعني ربنا يديمها عليكم. عايز اعرف من حضرتك الامور بتمشي ما بينكم ازاي، التشاور بيمشي ازاي، قدرتوا ازاي انك انتوا تفكروا في فكره انه نادي الاسماعيلي بحاجه لوجودكم في التوقيت ده انه يخرج من الكبوه دي؟ هل اقنعتوا اللعيبه ازاي انها تتنازل عن جزء كبير جدا من مستحقاتها وتلعب بقيمه وقدر تيشرت الاسماعيلي؟ والله هو النادي الاسماعيلي اول يعني لما كابتن حمد استأذنك، صوت مش واضح. انا ما واضح ان الصوت مش يعني مش سامعينه كويس. طيب هنرجع نتواصل مع حضرتك مرة تانية. كابتن حمد شكرا جزيلا لوجودك معانا وبنتمنى لكم كل التوفيق. طبعا بالتأكيد الأندية الكبيرة بنسعد وبنتشرف لما يكون في استقرار فيها في الكرة المصرية، بتدي طعم بتدي مذاق خاص للكرة المصرية والساحرة المستديرة.